بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا شباب في شرح شابتر 6 ماده سايبر سيكيورتي اند ديجيتال كرايم. معاكم باشمهندس مهاب. شابتر 6 يا شباب بيكلمنا عن موضوع مهم جدا، بيقول لي ديزاستر ريكفري اند بزنس كونتينيوتي مانجمنت. طيب يعني ايه ديزاستر ريكفري الاول يا شباب؟ كلمه ديزاستر معناها كارثه، كلمه ريكفري معناها استرجاع. فديزاستر ريكفري على بعضها معناها ان انا ازاي اقدر ان انا استرجع السيستم بتاعي في حاله ان حصل ايه، اي ديزاستر او في حاله ان حصل كوارث. طيب كوارث زي ايه؟ طيب يا باشمهندس، كوارث مثلا زي ان البيانات بتاعتك اتسربت، البيانات بتاعتك اتسرقت، في هاكر مثلا دخل عندك ومسح البيانات الموجوده على الشركه. طيب ديزاستر ريكفري بقى معناها ازاي ان انا اقدر استرجع السيستم يرجع يشتغل تاني والموظفين يقدروا ان هم يستخدموه تاني. مثلا هاكر دخل عندي ومسح البيانات الموجوده، ازاي بقى ان انا اقدر استرجع البيانات دي واحطها تاني عشان الموظفين يقدروا ان هم ايه يشتغلوا. فكلمه ديزاستر ريكفري معناها ان انا ازاي اقدر ان انا استرجع السيستم بتاعي ان هو يشتغل بشكل طبيعي تاني بعد ما يحصل ايه، اي ديزاستر او اي كارثه. طيب يعني ايه بقى بزنس كونتينيوتي؟ كلمه كونتينيوتي معناها استمراريه، بزنس كونتينيوتي على بعضيها معناها استمراريه البزنس بتاعي. فالبزنس كونتينيوتي مانجمنت بتقول لي ازاي لو انا بيحصل عليا اي اتاك او اي هجوم في الوقت الحالي او اي مشكله بتحصل عندي في الوقت الحالي، ازاي احافظ على استمراريه الشركه. انا مثلا في هاكر بيخترق الاجهزه بتاعت الشركه بتاعتي دلوقتي، طيب ممكن اتصرف ازاي؟ ممكن اقفل الشبكه بتاعت الانترنت عن الشركه كلها، بس ده هيسبب لي مشكله، المشكله اللي هي عباره عن ايه، الموظفين مش هيقدروا ان هم يشتغلوا. طيب فالبيزنس كونتينيوتي بتقول لي لا، ما ينفعش، لازم تحاول تحل المشكله وفي نفس الوقت تحافظ على ايه، على الكونتينيوتي او استمراريه الشركه. يعني تقول لي مثلا جهاز الكمبيوتر اللي بيتم اختراقه، انا هعزل الجهاز ده وهفصله عن باقي الشبكه بحيث ان الشبكه الباقيه تبقى شغاله ما فيش اي مشكله، ويقدر الموظفين يعملوا شغلهم من غير ما نقطع الشغل بتاع الشركه. فالديزاستر ريكفري معناها ان انا ازاي استرجع السيستم في حال حدوث كارثه، اما البيزنس كونتينيوتي معناها ان انا ازاي لو بيحصل عندي كارثه اقدر ان انا استمر في الشغل بتاع الشركه لحد ما المشكله ايه، لحد ما المشكله تتحل. طيب حلو جدا. في البدايه خالص الشباب بيكلمني عن البيزنس كونتينيوتي بلان، بيقول البيزنس كونتينيوتي بلان هي الخطه اللي بتعمل ايه، مينتين الكونتينيوتي اوف ا بزنس اوبريشن. البيزنس كونتينيوتي بلان او خطه استمراريه البيزنس هي الخطه اللي بتحاول انها تحافظ على الاستمراريه بتاعه الايه، بتاعه العمليات او بتاعه البيزنس اوبريشن. طيب عندي مشاكل زي ايه يا شباب ممكن تواجهني؟ بيقول لي برينتر راننج اوت اوف تونر، عندي مثلا طابعه فرغت من الحبر بتاعها، ما بقاش في حبر عشان الموظفين يقدروا ان هم يطبعوا اوراق، دي مشكله ممكن تحصل. طيب بيقول لي امور سيريس ساتش از باور اوتج اوف بروبلم، او ممكن يحصل عندي مشاكل اكبر من كده بكتير، زي مثلا ان يحصل عندي مشكله في الباور، مشكله في الكهرباء. طيب البيزنس كونتينيوتي بلان ممكن تحفظ لي على الموضوع ده ازاي يا شباب، او ممكن تحل لي الموضوع ده ازاي؟ ممكن تقول لي مثلا ان انت علشان تتجنب مشكله البرينتر اوت اوف تونر، ان انت كل 5 ايام مثلا تخلي مهندس مثلا الاي تي يعمل تشيك على الطابعات الموجوده، يتاكد ان الحبر فيها شغال تمام. طيب الباور اوتج، مشكله الكهرباء، ممكن البي سي بي او البيزنس كونتينيوتي بلان تقول لي ان انت تشتري جهاز اسمه يو بي اس. طيب اليو بي اس ده جهاز بيعمل ايه؟ طول ما الكهرباء شغاله اليو بي اس ده بيشحن كهرباء، اول ما الكهرباء يحصل فيها مشاكل اليو بي اس ده يشتغل ويبدا يمد الاجهزه اللي موجوده بالطاقه. فالبيزنس كونتينيوتي بلان بتحاول تحل لي المشاكل اللي زي كده وتحاول تحافظ لي على السيستم شغال بقدر الامكان لحد بقى ما المشكله دي تتحل، لحد ما مشكله الكهرباء تتحل. فالبيزنس كونتينيوتي مش فايدتها او مش مشكلتها انها تحل لك المشكله اللي عندك، هي مش مشكلتها انها تحل لك مشكله الكهرباء، لا هي بتقول لك انا حاول احافظ على استمراريه الشركه. انت تشتري جهاز يو بي اس يحافظ لك على الاجهزه شغاله، بس مش هنفضل مستمرين على اليو بي اس طول عمرنا. امال البيزنس كونتينيوتي بلان هدفه ايه؟ هدفه يحافظ على الاستمراريه في حاله حدوث مشكله. حل المشكله دي بقى في ايد ايه؟ في ايد الاشخاص المختصين. فالبيزنس كونتينيوتي بلان يا شباب هدفها انها تحاول تحفظ لي على السيستم بتاعي لو في حصل عندي اي مشكله بشكل مؤقت لحد ما يتم ايه، لحد ما يتم حل المشكله. طيب بيقول لي ان ابروتش مينتين النورمال اوبريشن از افكتيفلي از بوسيبل والريزولف الايشو ماست بي تيكن، بيقول لي هي الطريقه اللي انا بحاول احافظ فيها على النورمال اوبريشن، على العمليات الطبيعيه بتاعه الشركه as effective as possible بقدر الامكان لحد ايه، بيقول لي why resolve الايشو، لحد ما المشكله الموجوده عندي او الايشو انها تتحل. طيب بيقول لي المين اوبجكتيف اوف البي سي بي از تو انشور الافيلابيلتي اوف انفورميشن اند ريسورسز، هي هدفها الاساسي البيزنس كونتينيوتي بلان انها تحافظ لي على الافيلابيلتي، تحافظ لي على الاتاحيه بتاعه المعلومات وبتاعه الريسورسز اللي عندي. حصل عندك اي مشاكل الجا للبيزنس كونتينيوتي بلان هلاقيها موجود فيها الخطه او الطريقه ان انا احافظ على ايه، احافظ على استمراريه الشركه. الديزاستر ريكفري بلان يا شباب بقى عباره عن ايه؟ زي ما قلنا ديزاستر معناها كارثه، ريكفري معناها استرجاع. فالديزاستر ريكفري بيقول لي ريستوريشن اوف نورمال اوبريشن،
انها بتقول لي ازاي ان انا اقدر ارجع النورمال اوبريشن تاني. انا مثلا هاكر دخل عندي على السيستم ومسح البيانات، طيب الديزاستر ريكفري بتقول لي ايه؟ بتقول لي بعد ما العمليه دي تحصل، بعد ما المشكله تحصل، الجا بقى للديزاستر ريكفري علشان اقدر ان انا اعمل ايه؟ اقدر ان انا ارجع العمليات بتاعت الشركه تاني. ففي فرق يا شباب مهم جدا ما بين الديزاستر ريكفري والبيزنس كونتينيونتي. البيزنس كونتينيونتي بتشتغل والمشكله بتحصل علشان تحاول تقلل من المشكله بقدر الامكان وتحافظ على استمراريه الشركه. اما الديزاستر ريكفري دي بتشتغل بعد ما المشكله تحصل، ابدا بقى اروح للديزاستر ريكفري بلان او الخطه بتاعه الاسترجاع واشوف ازاي اقدر ان انا ارجع السيستم ده لحالته الطبيعيه تاني. طيب بيقول if normal operation cannot be restored a disaster recovery plan may become a new normal operation. يعني لو انت ما قدرتش ان انت تسترجع العمليات الطبيعيه تاني بتاعه الشركه، يبقى الديزاستر ريكفري بلان او الخطه بتاعه الديزاستر ريكفري هي العمليات الطبيعيه الجديده. هتقول لي يعني ايه يا باشمهندس؟ مش فاهم. انا مش عايزك تقول لي مصطلحات كبيره كده، عايزين نبسطها بشكل بسيط. طيب انا مثلا هاكر دخل عندي ومسح البيانات بتاعت الشركه، وانا جيت افعل خطه الديزاستر ريكفري والخطه فشلت، ما قدرتش ان انا استرجع البيانات، الهاكر مسحهم بشكل دائم وانا ما كانش معايا منهم نسخه احتياطيه فما قدرتش ان انا استرجعها. طيب الديزاستر ريكفري بقى ايه؟ لازم تحط لي خطه لو انا ما قدرتش استرجع العمليات الطبيعيه اعمل ايه بقى؟ ايه النيو اوبريشن؟ ايه الحاجات الطبيعيه اللي انا المفروض اعملها الجديده؟ مثلا تقول لك لو انت ما قدرتش خلاص تبدا بقى ان انت تكلم العملاء بتوعك، تحدد لهم مواعيد، يجوا لك الفرع بتاع الشركه، يبداوا يدوا لك البيانات دي من اول وجديد، وتبدا تجمع البيانات دي ايه؟ من اول وجديد. فالديزاستر ريكفري بلان لو ما قدرتش ترجع لك الشركه تاني لازم تقول لك هتعمل ايه في حاله ان انت ايه؟ ما قدرتش ترجع النورمال اوبريشن. طيب بيقول لي ذا ريسك اسيسمنت اند بزنس امباكت اناليسيس ار الكيز فور ديزاستر ريكفري. يعني لازم قبل ما نبدا نعمل ديزاستر ريكفري لازم نعمل حاجات اساسيه قبلها. هي الحاجات الاساسيه حاجتين، حاجه اسمها ريسك اسيسمنت، حاجه اسمها بزنس امباكت اناليسيس. يعني ايه ريسك اسيسمنت؟ ريسك اسيسمنت هي العمليه اللي احنا بنحدد فيها الريسك او المخاطر اللي ممكن تواجهنا في الشركه. مثلا الشركه بتاعتي ممكن تتعرض للاختراق، ده ريسك. ممكن مثلا حد يسرق البيانات، ده ريسك. ممكن يحصل عندي مشاكل في الكهرباء، ده ريسك. فانا لازم الاول احدد الريسك اسيسمنت، احدد الريسك اللي ممكن تواجهني واحدد الامباكت بتاعها، التاثير بتاعي يكون ايه. يعني في هاكر دخل سرق البيانات بتاعتي، ايه الامباكت؟ والله الامباكت ممكن يكون كبير، بيانات العملاء هتتسرب، هيبقى عندي امباكت او تاثير على السمعه، سمعه الشركه هتبقى وحشه جدا. طبعا شركه بياناتها اتسربت دي اسوء حاجه ممكن تحصل. ممكن يحصل عندي امباكت تاني ان مفيش شركات بعد كده هتبدا انها تتعامل معايا وهكذا. فلازم قبل ما ابدا اعمل ديزاستر ريكفري واشوف هسترجع ازاي السيستم بتاعي، لازم احدد اصلا المشكلات اللي ممكن تواجهني والتاثير بتاعها علشان اقدر احط لها ايه؟ احط لها حلول في ديزاستر ريكفري. طيب بيقول لي ديزاستر ريكفري مايت انكلود هوت وارم اور كولد باك اب سايتس. بيقول لي ديزاستر ريكفري ده ممكن يكون بيحتوي على حاجه اسمها هوت باك اب. كلمه باك اب طبعا معناها نسخه احتياطيه، يا اما هوت اللي هي ساخن يعني، يا اما وارم اللي هي دافئ، يا اما كولد اللي هي بارد. طيب يعني ايه هوت وورم وكولد؟ هو احنا بنتكلم على كوبايه شاي يا باشمهندس؟ طب بتقول لي هوت وكولد ومش عارف ايه؟ انا عايز افهم يعني ايه هوت ويعني ايه وورم ويعني ايه كولد باك اب. طيب كلمه هوت معناها ساخن، يعني ايه هوت باك اب او النسخه الاحتياطيه الساخنه؟ الهوت باك اب معناها ان انت عندك في الشركه واخد نسخه احتياطيه من كل حاجه موجوده، وفي حاله حدوث اي مشكله الباك اب او نسخه احتياطيه او اجهزه الكمبيوتر الاحتياطيه والسيرفر الاحتياطي جاهز ان هو يشتغل على طول. اول ما يحصل مشكله اوتوماتيك السيرفر ده يتفعل، ده كده بنسميه الهوت ساخن. ليه ساخن؟ لان هو واخد نسخه من كل حاجه ويقدر ان هو يشتغل على طول. طيب الوارم، الوارم ده اللي هو الدافئ. يعني ايه دافئ؟ الوارم باك اب اللي انا ببقى واخد نسخه احتياطيه فقط من الملفات المهمه، الحاجات الاساسيه اللي الشركه ما تقدرش تشتغل من غيرها، يبقى انا في الوارم ببقى واخد فقط نسخه. طيب الوارم يقدر يمشي الشركه بتاعتي لمده قليله على عكس الهوت. الهوت ده نسخه احتياطيه من كل حاجه، خلاص البيانات اتمسحت اشغل الهوت يقدر يقوم بكل العمليات، اما الوارم بياخد ايه؟ البيانات المهمه فقط. طيب الكولد باك اب، الكولد باك اب ده اسوء نوع فيهم. الكولد باك اب ده ان انا عندي سيرفرات جاهزه انها تشتغل بس مش واخد منها اي نسخه احتياطيه، ما عليهاش اي بيانات، هي السيرفرات جاهزه انها يتحط عليها بيانات وانها تشتغل في حاله حدوث اي مشكله، ولكن انا مش واخد اي نسخه احتياطيه من ايه؟ من البيانات بتاعتي. فانا عندي الهوت وعندي الوارم وعندي الكولد. طبعا انتوا اكيد دلوقتي استنتجتوا ليه التسميه بتاعتهم، هوت ساخن لان هو بيشتغل على طول، وارم دافئ لان هو ممكن يشتغل بس مش بنفس الكفاءه، اما الكولد البارد ده ابرد واحد فيهم ما يقدرش ان هو يشتغل غير بس ان هو ايه؟ يخلي الموظفين يقدروا ان هم يعملوا الشغل البسيط جدا. انا جبت لكم اجهزه كمبيوتر ماشي عشان تقدروا تعملوا الشغل، طيب فين الداتا؟ مفيش داتا، ما باخدش باك. طيب
بيقول لي and a significant investment but if a disaster is very rare it is not worth to invest significant amount on a disaster recovery plan. طيب ال disaster recovery plan دي يا شباب خطة مكلفة جدا. انت قبل ما تعمل disaster recovery plan لازم تحدد المشكلات اللي ممكن تواجهك، تحدد الحلول بتاعتها، تحدد الخطوات اللي ممكن تمشي عليها، ولازم بعد ما تحط الخطة تجربها بشكل عملي. عشان كده احيانا في الشركات يقول لك احنا بنعمل ايه، غدا عندنا اختبار طوارئ. اختبار الطوارئ ده بيحصل ايه؟ هيعملوا زي محاكاه كده سيميوليشن لعمليه اختراق ويشوفوا الناس ازاي هتقدر انها تفعل الديزاستر ريكفري بلان. طيب فالخطه بتاعت الديزاستر ريكفري بلان دي زي ما قلنا خطه مكلفه جدا، فلازم بيقول لك ايه، لو الديزاستر ده فيري رير، لو الكارثه دي نادره الحدوث، خلاص مش لازم تعمل لي ديزاستر ريكفري بلان. مثلا عندي شركه فاتحه فرع مثلا في السعوديه، فاتحه فرع في مصر، هل مصر والسعوديه او اغلب الدول العربيه بيحصل فيها زلازل او كوارث طبيعيه كتير؟ الحمد لله ما بيحصلش، فما فيش داعي ان احنا نعمل ديزاستر ريكفري ونحط فيها في حاله حدوث اي زلازل او اي كوارث طبيعيه ازاي هنتصرف. هتقول لي يا باشمهندس اقول لك نعم، ما تقول لي الموضوع اللي انت بتتكلم عليه ده يعني يعتبر نادر شويه، مش معقوله في شركه هتعمل حاجه زي كده. لا، في دول زي اليابان، اليابان دي جزر يعني على طول باستمرار بيحصل عندهم موضوع الزلازل ده كتير جدا، بيحصل موضوع الزلازل، الموضوع ده بالنسبه لهم حياه او موت. فمثلا لو انت في الفرع بتاع الشركه بتاعك هيبقى في اليابان، لا ده انت ساعتها ضروري تعمل ديزاستر ريكفري بلان وتحط فيها ايه، تحط فيها الموضوع بتاع الزلازل، لو حصل مثلا زلازل ازاي هنتصرف، لو حصل اي كوارث طبيعيه، تسونامي، الحاجات دي كلها. في استراليا مثلا برضو موضوع التسونامي وموضوع الاعاصير ده منتشر جدا، في امريكا موضوع الاعاصير ده منتشر جدا، في تركيا موضوع الزلازل منتشر جدا. فلازم على حسب الانفايرمنت او البيئه بتاعتك بتحط الديزاستر ريكفري بلان. فهنا بيقول لك لو الديزاستر او الكارثه دي فيري رير يعني نادره الحدوث، خلاص مش لازم ان انت ايه تعمل ديزاستر ريكفري بلان دي. طيب بيقول البيزنس امباكت اناليسيس هو الكي فاكتور تو ديفلوب ا ديزاستر بلان. احنا قلنا يا شباب ان الديزاستر بلان دي بتحل لي، او لو حصل عندي اي مشكله هي بتحل فكره ايه، ان انا ازاي ارجع السيستم تاني ان هو يشتغل. طيب علشان نحط ديزاستر ريكفري بلان لازم الاول نعمل بيزنس امباكت اناليسيس، لازم نحدد المشاكل اللي ممكن تواجهني والامباكت والتاثير بتاعها، علشان بناء عليها اقدر ان انا احط ديزاستر ريكفري بلان. فبيقول لي ان البيزنس امباكت اناليسيس هو الايه، هو الكي فاكتور، هو الاساس بتاع ديزاستر ريكفري بلان. طيب اساس ازاي بقى يا شباب؟ بيقول لي اف الامباكت از تو سيفير، يعني انا لو عندي امباكت او تاثير عالي جدا، انت عملت مثلا بيزنس امباكت اناليسيس واكتشفت ان في بعض المشكلات التاثير بتاعها او الامباكت عالي جدا، فبيقول لك لو الامباكت تو سيفير ايه، and the organization not being able to operate effectively ever again then a DR must be developed. بيقول لك لو انت عملت BIA او business impact analysis ولقيت الامباكت ده كبير جدا، لا ده انت في الحاله دي ايه، لازم تعمل disaster recovery. طيب لو عملنا BIA ولقينا ان الامباكت cause minor distribution can be resolved within a few hours، لقيت ان الامباكت بتاع المشكله بسيط جدا، خلاص بيقول لك ايه، then DR might not be necessary، مش ضروري ان انت تعمل ساعتها disaster recovery. فاحنا الاول بنعمل بي اي اي بيزنس امباكت اناليسيس، وبناء عليها بنحدد اذا كنا المشكله دي هنعمل لها ديزاستر ريكفري بلان ولا مش هنعملها. طيب بيقول لي هنا ملحوظه مهمه جدا يا شباب، بيقول لي بط اف الماينر ايفنت اكور اتش ويك ذن كوميوليتيف افكت. انا مثلا لو عندي مشكله صغيره، مشكله بسيطه جدا، هتقول لي تمام يا باشمهندس مشكله بسيطه يبقى مش هنعمل لها بقى دي ار، اقول لك لا واحده واحده معايا كده. لو عندي مشكله بسيطه ولكن بتتكرر مثلا كل يومين ثلاثه او كل اسبوع، لا ده مشكله بسيطه اه بس كل شويه بتتكرر، يبقى كده مشكله ايه، مشكله كبيره. فبالك لو انت عندك ماينور ايفنت ولكن بيتكرر بشكل اسبوعي، ده كده ايه، كوميوليتيف افكت، ده كده ليه تاثير متراكم، ده كده انت لازم ساعتها تعمل ايه، ديزاستر ريكفري بلان. طيب بيقول لي هنا الفرق يا شباب ما بين الديزاستر ريكفري بلان والبيزنس كونتينيونتي بلان. الفرق يا شباب الوحيد اللي ما بينهم ان ديزاستر ريكفري بلان دي بتشتغل في حاله الكوارث الكبيره جدا، في حاله ان انت حصل عندك كارثه وانت مش هتقدر انت تتصرف، خلاص السيستم وقف ولازم ترجعه لحالته الطبيعيه. طيب البيزنس كونتينيونتي، البيزنس كونتينيونتي غالبا بنفعلها في حاله ان احنا حصل عندنا مشاكل بسيطه، مشاكل ان احنا نقدر نحافظ على استمراريه الشركه وفي نفس الوقت ايه بنحل المشكله. فبيقول لي اف ذا بلان calls for minor adjustment to a normal working، يعني انت لو عندك حاجات حلول بسيطه جدا او حاجات بسيطه وعايز تحافظ على النورمال وركينج او العمل الطبيعي بتاع الموظفين، يبقى احنا في الحاله دي ايه، business continuity plan. طيب disaster recovery بيقول لي on the other hand generally focus on contingency planning for the ICT system and maybe a part of a larger DCP. لا ده disaster recovery بتركز على ايه، بتركز بشكل اكبر بكتير جدا على الاي سي تي،
اجهزه الاي تي، حصل عندك مثلا مشكله في اجهزه الكمبيوتر، مشكله في السيرفرات، السيرفرات مثلا حصل عليها هاكينج، البيانات بتاعتك اتسربت، لا في الحاله دي هضطر ان انا افعل ايه؟ الديزاستر ريكفري. بيقول لي ان الديزاستر ريكفري ممكن تكون جزء اكبر من ايه؟ من البي سي بي. فانا في الاساس البي سي بي عندي دي معموله علشان تعمل ايه؟ تحل لي بعض المشكلات الصغيره. اما الديزاستر ريكفري لا، ده ديزاستر ريكفري دي من اسمها ديزاستر، كارثه انا بفعلها في حاله الكوارث. طيب حلو جدا. طيب بيقول لي بعد كده يا شباب it is important to write BCP and disaster recovery work for the organization itself. يعني لازم لو انت شغال في شركه تكتب business continuity plan و disaster recovery plan للشركه نفسها. ما ينفعش ان انت تجيب لي مثلا خطه عامه او business continuity plan من على الانترنت وتفعلها زي ما هي كده، لا ده كل شركه ليها مشاكل مختلفه عن التانيه. انت مثلا لو بتعمل BCP و DR لمستشفى، المستشفى ايه اكبر المخاطر اللي ممكن تواجهها؟ من اكبر المخاطر مثلا ممكن تواجهها هي التلاعب في البيانات، التاثير على الانتجريتي، هي مثلا الباور اوتيج، ان يحصل عندي مشاكل في الكهرباء، لان لو حصل عندي مشاكل في الكهرباء العنايه المركزه، غرف الاكسجين، كل الحاجات دي هتتوقف. طيب انا مثلا لو عندي شركه عاديه مثلا شركه عقارات، هل شركه العقارات هيبقى عندها مشكله كبيره قوي ضخمه لو حصل مشاكل في الكهرباء؟ لا عادي جدا، ايه اللي هيتاثر؟ تقريبا مفيش اي حاجه تتاثر. طيب فالبي سي بي والدي ار يا شباب بيقول لي لازم تتكتب فور ذا اورجانيزيشن اتسيلف، لازم كل شركه بنفسها يتكتب لها بي سي بي ودي ار، ما ينفعش يبقى عندي خطه عامه تتفعل في ايه؟ في كل الشركات. طيب بيقول لي كومبليت اند افكتيف ريسك اسيسمنت نيد تو بي كوندكتد، لازم الاول نعمل ايه؟ نعمل ريسك اسيسمنت، نبدا نحدد المخاطر اللي ممكن تواجهنا قبل اساسا ما نحدد البي سي بي والدي ار. ليه؟ لان مثلا البي سي بي والدي ار يا شباب دي خطط فيها ايه؟ فيها ازاي اقدر اتصرف لو في مشاكل قابلتني. مثلا واجهتك المشكله الاولانيه تتصرف كذا، واجهتك المشكله الثانيه تتصرف كذا، واجهتك المشكله الثالثه تتصرف كذا. فانا ازاي هقدر اعمل الخطط دي من غير ما اعرف اصلا الريسك او المخاطر او المشاكل اللي ممكن تواجهني؟ مش لازم اعرف الاول المشاكل اللي ممكن تواجهني وخطورتها ايه، وبعد كده بقى بحط خطط ازاي ان انا اتعامل معاها. فبيقول لي كومبليت اند افكتيف ريسك اسيسمنت نيد تو بي ايه؟ نيد تو بي كوندكت. طيب بيقول لي unlikely event need to be considered in this assessment، لازم حتى الايفنتس او المشاكل نادره الحدوث تحطها في الخطط دي. ما تجيش مثلا واحد يقول لي والله احنا عندنا مثلا في الدوله اللي احنا قاعدين فيها الكهرباء ما بتقطعش كتير، فمش هنحط بقى مشاكل الكهرباء والباور في البي سي بي ولا في الدي ار. لا لازم حتى unlikely event، لازم حتى المشكلات اللي ما بتحصلش كتير تحطها في الايه؟ في البيزنس كونتينيوتي وديزاستر ريكفري بلان. طيب بيقول لي بلانز نيد تو بي ديفلوبد تو ادرس وات تو دو if a resources become unavailable for significant period، يعني الخطط دي لازم تقول لي ايه الحاجات اللي انا اقدر اعملها لو الريسورسز او الموارد بتاعه الشركه بقت ايه؟ بقت unavailable او غير متاحه لفتره كبيره جدا. انا مثلا حصل عندي محاوله اختراق والداتا كلها اتمسحت، الداتا دي عشان اجمعها ممكن اقعد مثلا شهر شهرين، وفي احيانا بعض الداتا عشان تتجمع ممكن تقعد سنه سنتين ثلاث سنين. طيب انا هقعد بقى طول الفتره دي من غير الداتا؟ لازم الاقي حل. فبيقول ان البلانز دي لازم تكون بتركز على ايه؟ الحاجات اللي انا اقدر اعملها لو الريسورسز او الموارد بتاعتي بقت unavailable. طيب